في فريق واحد اللي هو فريق ميلان. فرصة لمنتخب نجوم العالم لكن متسلل بيرهوف. كرة باتجاه دلفيكيو. دلفيكيو بعيدة لكويز. مقطوعة. ناكاتا الياباني. جواو بينتو البرتغالي. هرنانديز المكسيكي. باتجاه الحارس بوفون. دلفيكيو. باكين. بيسوتو. مقطوعة من بيسوتو. تتحول إلى جواو بينتو. جواو بينتو البرتغالي. مقطوعة من تورتشيلي. لبانوتشي. بانوتشي. هدوء ونقل كرة بطيء. وفوزير والمباراة ودية. وفوزير. لتوماسي. توماسي فوزير مع نياتي. نياتي بيقطع الكرة هذه المرة. فعلا بيقطع الكرة نياتي. وبيعيد كما شهدنا ل ناكاتا. هرنانديز بيحولها باتجاه سالاس. سالاس لبيرهوف. اقرب لتورتشيلي اللي بيتركها لبوفون. توماسي. فوزر بغير اتجاه اللعب من اليمين لليسار لباكيني. باكيني وكيزا. كيزا فوزر يتقدم. فوزر ناحية توماسي. بالعرض ملعوبة خطيرة وهدف. هل كان هدية هذا الهدف؟ كيزا الذي سجل أم هدية من زي ماريا؟ سنشاهد بالإعادة البطيئة الهدف الخامس لمنتخب إيطاليا. كيزا كان مشتركا. هذا هو الملعب الأولمبي في مدينة روما. إذن حيا لمست قد زي ماريا. قدم زي ماريا وقدم كيزا. إذن الهدف الخامس للمنتخب الإيطالي في هذه المباراة الودية. لا ألغي الهدف. نعم الهدف الخامس. خمسة أهداف لإيطاليا. هدفين لمنتخب نجوم العالم. 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني من هذه المباراة الودية. دافور سوكر. بينيتو بيقطع. بانوتشي صراع على الكرة. تصل الكرة إلى كيزا. كيزا بيضع أمام فوزير. ويخرج الحارس شورمون من مرمى ليمسك هذه الكرة مباشرة لناكاتا الياباني. بيرهوف. زي ماريا بيرهوف. ناكاتا ينتظر كرة. تتحول ناحية غويريرو. أو خواو بنتو. اللاعبين الحقيقة من بعيد بيشبهوا بعض. وغويريرو كان أخذ مكانه متمركز أمام المرمى داخل منطقة الجزاء. كرة تصل لباكيني. تمريرة بيقطعها جورج ويا. هرنانديز المكسيكي. زي ماريا. دافور سوكر. ناكاتا. هرنانديز. ضغط وكيزا بيقطع الكرة وبيدخل معه
توماسي، لكن نياتي بيقطع الهجمة الإيطالية وكرة تصل إلى غويريرو. بيرهوف الألماني، بيرهوف على الأرض، واعتذار نشاهده من باكيني. ونتيجة 5 أهداف لإيطاليا، 2 لمنتخب نجوم العالم. ديل فيكيو باكيني، بيسوتو، تورتشيلي، بانوتشي لاعب ريال مدريد، بانوتشي. وهذا إنزاكي يوقع على أوتوغرافات المعجبين والمعجبات في الملعب الأولمبي. بيرهوف الألماني، هرنانديز، بيرهوف، سالاس أكثر المتحمسين الحقيقة، سالاس بمنتخب نجوم العالم لتسجيل هدف في مباراة اليوم. وهذا هو بوفون. بيسوتو بيلعبها إلى الأمام اتجاه ديل فيكيو، مقطوعة، رمي التماس. هذا هو الماتادور التشيلي لاعب نادي لاتسيو الإيطالي. نيجرو لاعب لاتسيو أيضا. بانوتشي، توماسي يدخل ناحية اليمين ومعه ناكاتا، والآن معه نياتي جنوب الإفريقي. توماسي وكرة مع ديل فيكيو، وانسجام بين هذين اللاعبين في نادي روما. وجورج ويا يتأكد أن ديل فيكيو لم يصاب. هذا رونالدو لبس ملابسه ويتابع هذه المباراة الآن على المدرجات، والكاميرات بلا شك تبقى تتابع هذا اللاعب. إذا توماسي من روما، وتمريرة إلى ديل فيكيو المشهور أيضا بكراته الرأسية. سالاس، هرنانديز، سالاس، جواو بينتو، بعيدة عن سالاس، تنتقل إلى فوزير اللي استلم شارة الكابتن من مالديني. بانوتشي طويلة داخل منطقة الجزاء، وجواو بينتو بعيدة للحارس. شورمان، هرنانديز، بيرهوف، نيجرو مقطوعة منه، بانوتشي لبيسوتو، باكيني بيسوتو. 3 مهاجمين الآن إيطاليين، طبعا مهاجمين ومدافع إيطالي اللي هو بيسوتو، لكن دخل إلى مواقع الهجوم، والهجمة الإيطالية تقطع. سالاس تشيلي، ورمي التماس منتخب نجوم العالم. لاحظ سالاس كيف متحمس، وسالاس بده ياخذ الكرة، هو دائما يبحث عن مكان وما عم يلعب على الواقف بنوب، يريد هدف في مباراة اليوم. سالاس، الكرة تذهب لفوزر لكيزا، كيزا ينطلق بسرعة، وديل فيكيو يطلب الكرة، وكيزا بغير اتجاه اللعب ناحية توماسي يدخل من ناحية اليمين، توماسي يسدد، وكيزا يتابع الكرة المرتدة من الحارس مسجلا الهدف 6 للمنتخب الإيطالي في مباراة اليوم. ودينا زوف يبدو نهض ليقول كفاية يا شباب، حاجة في مباراة اليوم نصف دزينة من الأهداف تكفي ذلك في مباراة اليوم. لاحظ 3 مهاجمين إيطاليين، 3 مدافعين، الكرة ترتد من الحارس إلى كيزا. هذا هو توماسي لاعب روما، وكيزا يستفيد من الكرة، لاعب بارما يسجل الهدف. إذن 6 لمنتخب إيطاليا في مباراة اليوم.
ستة أهداف مقابل هدفين. ونشاهد الثواني الأخيرة من الدقيقة 42، ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة الودية الاستعراضية التي جمعت المنتخب الإيطالي مع منتخب نجوم العالم. طبعا في مثل هذه المباريات التبديل مفتوح، لكن يتم الاتفاق عليه قبل بداية هذه المباراة أنه حيكون التبديل 5 لاعبين أو 6 لاعبين أو حتى 8 لاعبين. يتم الاتفاق بين الفريقين وكل فريق ما هو المسموح له بالتبديل، لأن المباراة ليست رسمية. في المباريات الرسمية كما نعلم هناك 3 لاعبين يبدلون فقط. توقعات الكابتن شتالي بين شوطي هذه المباراة، الكابتن عبد المجيد الشتالي قال انه المنتخب الايطالي المفروض انه ينهي هذه المباراة لمصلحته بخمسة اهداف مقابل 2 او 3، وها هو المنتخب الايطالي يسجل 6 اهداف مقابل هدفين حتى الان. وكرة مع المنتخب الايطالي من جديد، تعود لنيجرو لاعب لاتسيو، نيجرو بعيدة لبانوتشي، تورتشيلي مقطوع من جواو بينتو، البرتغالي لهيرنانديز، هنتانديز تعود لجواو بينتو، عرقلة وخطأ واعتذار من باكيني. جواو بينتو هرنانديز مع باكيني، هرنانديز فعلا يمر وبيرفع كرة لداخل منطقة الجزاء، بيرهوف ينتظرها ولكن الحارس أسرع. بوفون كان للكرة، ديلفيكيو رمي تباسي منتخب نجوم العالم، زي ماريا، دقيقة واحدة هي الوقت بدل الضائع فوق الوقت الأصلي للشوط الثاني من هذه المباراة. ما في إصابات، ما في توقفات، والدقيقة يبدو أعطيت فقط لتعويض الاحتفالات والأهداف التي سجلت. كرة طويلة وبعيدة ومن دون تركيز وتذهب، رمي التماس لمنتخب نجوم العالم. رمي التماس جديدة للمنتخب الإيطالي، بانوتشي، تورتشيلي، بانوتشي، جواو بينتو يحاول أن يقطع الكرة ولكن تصل إلى باكيني، مقطوعة من هرنانديز لزي ماريا، جواو بينتو اللاعب الدولي البرتغالي ولاعب بنفيكا، لكويريرو لاعب بلباو، رمي التماس ويعلن الآن سيداتي وسادتي الحكم الفرنسي هارل نهاية هذه المباراة الودية الاستعراضية الاحتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. هذه المباراة التي جمعت المنتخب الإيطالي ومنتخب مؤلف من نجوم العالم أو بعض نجوم العالم وبينهم كبار من نجوم العالم، انتهت هذه المباراة بفوز المنتخب الإيطالي ب6 أهداف مقابل هدفين، ودعا للجمهور الذي جاء في هذه الأمسية الباردة أيضا ليحتفل مع لاعبيه، يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الإيطالي لكرة قدم. سيداتي وسادتي، محدثكم ياسر عليفي بشكر لكم متابعتكم هذه المباراة وعودة إلى الاستوديو، والزميل خالد ياسين والكابتن عبد المجيد الشتالي إلى الاستوديو. خالد تفضل. شكرا للزميل.